غرامين وخرافين. حط يخرب بيته هو غشيم. لك حدا بيحط السمك بالمستودع، مستودع درجة حرارته 30 35 درجة، البني آدم بيخم جوا. لازم كنا نكسره بالسعر، احتمال كان ينزل، السمك كله خربان. لك احنا شارين سمكات هيك مشان اللي بقلبهم، مشان الروح. يا أمي هذا جهاز كشف المعادن، لولا كانت حالتنا حالة. يلا شوفي هاي. ما فيها. ما فيها أمي. للكرش. للكرش. هل قلبي حاسسني إنه فيها؟ فيها. فيها أمي. هاتي ما فيها. ما فيها. للكرش. فيها. فيها أمي. هاتي كبروا فيها. فيها. فيها أمي. يا سلام. وهاي. ما فيها. ما فيها. للكرش. وهاي. فيها. كم خاتم صاروا؟ صاروا 20 و21 مع ميسوم. شو؟ لك صرنا جايبين طن ونص، ما طلع غير 20. من طن ونص صرنا طالعين 500,000 نعمة. مرت عمي أبو فريد لأجرة كاملة، معقول لحد هلا ما يطلع منا غير 20 قطعة؟ بيكون موزعن على الأربعة طن أبو فريد الحلاب، شو بدك الجرة كلها تطلع من أول طن ونص؟ ما قلت لك ريبا؟ مرت عمي بدها تقرط علينا، ما بتنترك لحالها. مو يا حالة عشان نحن هون محا. وإذا كان أنتوا بناتا بتكونوا مطبقتكم. عم تسك فيني؟ أشكوا حتى في نفسي، ذهب هاد مو دحاحي. تفضل عود مطرحنا ونحن منجيب السمك تتقوص. لا يا، يعني على الطريق ما فيك تقيمي منهم شي ما؟ شو بدك نعمل حتى تتطمن؟ تفضل اقترح. تستنونا لحتى نجيب كمالة الأربعة طن، منحطهم هون بأرض الديار وبتفتحون قدام عيني سمكة سمكة. إيه ليه؟ بدك تشمسنا عندك؟ خرسي. ولا حركة ولا حركة. ولد عم هذا الأسد هدوك ولا كلمة. ماشي قدامي. ليك هذا كذاب. أبو غصن شريكنا كله قانوني. ها أبو غصن شريككم بالسمكات مو بالآثار. ميسوم كله ونه. أمي مستحيل نبيل يعملها، لو كان هو كان على ليلة حذرنا. توفيق بالسجن عندكم جناح عائلة، بدي أخذ مرتي معي مشان تدعب لي لبنة. عجبه حبيبي اوعك، ها انسمك مع لبنة بتتسمم بعدين. مشوا قدامي يلا، مشوا كلكم. مشوا قدامي. مشوا قدامي يلا، مشوا قدامي. انا دكتوره. عطى عاصر صادروا لي السمكات كله. طيب القلب وينك؟ وها مرحبا نبيل. اهلين تفضلوا. نبيل ليش الكل اخذوها مع السجن؟ شو عملوا؟ مين الكل؟ انا مالي علاقة. حدا عم يقول لك علاقة، بس ميسون وهيفاء وعمي ريبال وامي كلهم اخذتهم الشرطة، شو ساووا؟ ايه ابو شهاب خبرنا. ايه روحوا اسألوا ابو شهاب، ايش عم بتسألون الي؟ انت بتعرف اكثر من ابو شهاب لانه مرتك معهم. انا الله جيت ما شفت حدا، بعدين لما يكونوا عاملين شيء الشرطة ما بتاخذهم، الشرطة ما بتاخذ حدا الا اذا كان عامل شيء. راحوا كلهم. عجلش، وين البقية؟ هيفاء وميسون بالمستشفى. يه شقيقات ليه؟ راحوا مع امك لانه انجلطي. لك لوين 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 رايحة؟ على المستشفى. لوين يعني؟ لك جاي معك، جاي معك. عجاج بأنه مستشفى؟ الهلال الأحمر بشارع بغداد. مشان شو انجلطت؟ لأنه الشرطة أخذوها؟ لا مشان الذهبات. إلى زمان ما تنجلط، أولاً وأخيراً الذهبات يرجعوا للدولة، يعني الحق يرجع لأصحابه. لك الدولة شو بدها تعمل فيها؟ بدها تحطهم بالمتحف. تحطهم بالمتحف؟ لو بنحطهم بالمتحف ما كنت لقيتني هون قدامها. شو قصدك؟ حبيبي الذهبات اللي ببالك منه ما طلعوا لا ذهب ولا شيء، اصلا ما فلتونا الشرطه الا بعد ما اكتشفوا انه انتنى. لك شلون انتنت؟ على اساس ابو فريد الحلاب ملاقي جر الذهب. لك لكل الخواتم اللي لقيناهم قلب السمكات ما بيطلع حقهم على بعضهم 500 ليره، من سوء الخجل من تحت الجسر. لك شلون من سوء الخجل؟ مو على اساس ربال اخذهم فحصوا عند الصايغ؟ لك ايه الخواتم الثلاثه الاولانيات ذهب والباقي كله تنك. لك وينكم ها؟ انت هون يا استاذ؟ يعني مش وما عليك، بس لو كنت عجاج كنت قلت لك بو، بس احتراما لشهادتك انا ما كنت قلت لك بو. لا لا شو عملت انا غصن ليش؟
لك مو عيب، مو عيب تروح تبلغ عن الذهب لتوفيق العنصر تبعي وانا جنبك هون. غلطان ابو غصن، مو انا اللي بلغت. حاج حاج بقى، انا توفيق خبرني بكل شيء. لك شو عرفها؟ مع اني انا شرطت على توفيق انه ما يقول لحدا. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، لك ما بكفي بطبف كمان فساد؟ انا هون مترين، بتروح بتفسد لتوفيق وما بتفسد لي؟ لك شو بدهم يحكوا علي هلا؟ بصراحه انا انزعجت منك لانك شريكهم. اي نعم انا شريك، انا شريك بالسمك بس، اما الذهب ما بعرف شيء عنه بنو. ابو غصن برايك مين عمل فينا هيك؟ ابو شهاب معكته تحقيق ورا الدكان، اعترف بكل شيء. شو اعترف؟ شو اعترف يعني؟ دحشلكم ثلاث خواتم ذهب، الواحد ب 25,000 مشان يغريكم لحتى تشتروا السمكه. ايه واحتمال ما اشترينا. اخترع قصة ابو فريد الحلاب مشان يجركم للشبكة. يعني ابو فريد الحلاب مو بالحبس؟ لك لا، ما في حدا اسمه ابو فريد الحلاب، بس ست عفرة الله يسامحها، ما صار الا ونجرت لنا خوازي للكل. على كل عن اذنكم. على قلك عمي ابو غصن، نحن هلا كيف نحصل حقنا؟ القانون لا يحمي المغفلين، واولكم انا. ماشي الحال. فساد، لك ما بيكفي بطبوف كمان فساد؟ على سيرة البطبوف، قصدي على سيرة الفساد، أنا جاي مشان الشغلة هلا. شغلة إيش؟ جاي ألقي القبض عليك. لشو عامل؟ لأنك قدمت بلاغ كاذب، طلع لا في ذهب ولا آثار، شي دمك حرق. الحمام، صفيت لحالي أنا بالبيت، عندي كليان لبنة. رايح تعبله.